تمام، يسعد صباحكم. معكم دكتورة حنين من مجموعة الواتن الدولية. راح نبلش معكم اليوم بأول محاضرة من مادة الأناتومي والفسيولوجي أو علم التشريح لمن تخصصات طبية متعددة. مبدئيا أهلا وسهلا فيكم. تعرفنا امبارح نوعا ما على بعض الأشخاص الموجودين أو اللي كانوا موجودين بالجروب. بالأغلب عرف عندي هون تقريبا في 9 أعضاء موجودين عندي هون على الزوم: علي، لؤي، ديانا، عزات، رافا، ريم، زوم يوزر هون، وزوم يوزر كمان واحد. لو بتحاولوا تسموا حالكم لحتى نقدر نعمل قصة الحضور والغياب، أو اكتبوا لي بالمسجات شو أسماءكم اللي اسمه زوم يوزر. في اسم محمد عندي وفي اسم هناء، في محمدين يعني عندنا هون، لأنه في اسم محمد وفي اسم تنين في مكتوب عندي زوم يوزر. تمام، مبدئيا تم التعارف عندي امبارح على الجروب. كان في عندي كان في عندي عدة أشخاص، تقريبا أغلبهم صاروا موجودين أونلاين عندي. خالد، يمكن خالد في اليوزرز. تمام، رشا، ديانا، ريم، حسناء، عائشة، وراء. تمام، رفاء، في هناء، وراء، بثينة، عزت، محمد كمان. يعني غالبا إن شاء الله الكل صار مجتمع. تمام، زي ما حكينا راح نبلش اليوم بالمحاضرة رقم 1 من مادة ال أناتومي أو علم التشريح. مبدئيا في عنا مقدمة بسيطة بتخص التعريفات أو بعض التعريفات الخاصة بالعلم هذا اللي إحنا راح نتطرق له اليوم أو خلال محاضراتنا الجاية كمان. أناتومي هو باختصار is the scientific study of the structure of organisms, including their systems, organs, and tissues. تمام؟ هلا هذا التعريف نوعا ما فينا نحكي انه هذا التعريف شوية يعني a little bit في شوية details، وفي ناس ممكن تعتبره كمان تعريف مختصر. في أكثر من ناس ممكن تحكي باختصار شديد اللي هو العلم المختص بالـ structure of organisms، توقف لعند هون. لكن بصراحة لما أنا بدي أجي أحكي عن علم التشريح أو علم الأناتومي بدي أحكي بشوية تفصيل أكثر لحتى أدرس من ناحية منطقية شو اختلاف الأناتومي عن الفسيولوجي وعن باقي العلوم، بالإضافة إلى إني ممكن كمان من خلال التعريف أو التعريف المفصل أعرف شو أنواع الأناتومي اللي أنا راح تصادفني سواء كنت طبيب أو صيدلي أو بشتغل في المجال الطبي. أول شيء لو بدنا نيجي نحكي عن الأورجانيزم، طبعا طبيعي بنعرف في حياتنا الأورجانيزمز عبارة عن ماكرو ومايكرو
الماكرو زي النباتات، الحيوانات أو الإنسان طبعا بيكون من نفس طائفة أكيد، وفي المايكرو أورجانيزمز زي البكتيريا والفيروس والقصص اللي تتعلق في علم الميكروبيولوجي. طبعا إحنا ما رح نتطرق لها في علم الأناتومي لأنه هو بيختص في المايكرو أورجانيزمز ودراسة الخلايا بالإضافة إلى الأنسجة والأعضاء تباعا اللي بتؤدي لي لوجود السيستمز أو الأجهزة بالجسم. وظيفتي كأناتوميست إني أدرس هاي الستركتشر تبعت الكائنات الحية. طبيعي لو بدنا نيجي نحكي شو يعني كلمة أناتومي وليش تم تسمية هذا العلم بهاي الكلمة، شو يعني هاي الكلمة؟ مبدئيا حسب طبعا ما تم الاتفاق إنه علم التشريح تم اكتشافه يعني أو تم العمل فيه من قديم الزمن من أيام الجريك أو اليونانيين، فبالتالي اللي اقترح أو اللي حط هذا الاسم اللي هو العالم أو العالم اليوناني اللي يعني بلش يشتغل بعالم التشريح أو اخترع علم التشريح، أو ممكن يكون هو اللي حط بعض الأسس، فجابها من فعل يوناني اسمه أناتومين. أناتومين يعني بالإنجليش means to cut open or to dissect، يعني بدي أعمل فتحة أو أعمل cut أو أعمل تشريح. dissect يعني أشرح أو أقطع. بالتالي الاسم اللاتيني أو المصطلح اللاتيني اسمه أناتومي اللي جاي من هذا الفعل، يعني أنا بدي أعمل كات أو أعمل ديسكت للعضو أو للتشو أو طبعا للجسم في حالات الكشف عن بعض العمليات الجنايات، الأمور اللي بتختص ب تشريح الجثث بعد طبعا حنيجي تباعا لأنواع أو كيف الطرق اللي بتم فيها التشريح. لكن كتعريف إحنا ممكن نحكي عن الأناتومي إن هو it includes the appearance and position of the various parts, the materials from which they are composed, as well as اللوكيشنز تبعت هاي البارتس بالإضافة لعلاقتها بأذر بارتس موجودة حواليها بنفس المكان أو بالجسم بشكل عام. يعني باختصار أنا في هذا العلم بدي أدرس تباعا التركيب الموجود بالجسم من ابتداء طبعا من السيلز. في ناس ممكن تقول إنه علم الأناتومي أو التشريح بيبلش من عند التيشوز ثم الأعضاء اللي هي الأورغانز بعد هيك السيستمز، لأنه السيلز بتفوت في علم اللي هو البيولوجي أو علم الأحياء اللي هو علم دراسة الخلية. لكن حتى إحنا نحاول نفهم بعض معلومات أو المفاهيم قبل ما نفوت في التيشوز، لازم أعرف هاي التيشوز أو هاي الأنسجة من شو بتتكون. بنعرف إنه التيشوز بتتكون من مجموعة خلايا، لو بدنا نيجي نعملها جراديولي أو بالتدريج من الوحدة المكونة، بنبلش بالسيلز اللي هي الخلايا. مجموعة الخلايا بتعطيني التشو اللي هو النسيج، بعد موضوع النسيج عدة أنسجة بتعطيني شو الأورجان اللي هو العضو، النسيج العضلي، النسيج العصبي، النسيج أي نوع من أنواع الأنسجة، شو بتعمل لي هاي الأنسجة، تكوينها
أو وجود عدة أو مجموعة رح يعطيني الأورجان اللي هو العضو. مجموعة من الأورجانز رح تعطيني السيستم اللي هو الجهاز. يعني أنا مجموعة من الأعضاء عضو، مثلا فلنفترض المعدة عضو، الأمعاء عضو، الكبد. هاي الأعضاء تعطيني سيستم، فلنفترض إنه الدايجستيف سيستم أو الجهاز الهضمي. تباعا السيستمز كلها مع بعض راح تعطيني البادي أو جسم الإنسان أو جسم الأورجانيزم بشكل عام. بالتالي دراستي لهذا النوع من العلوم أو discipline of science راح أدرس هاي الأمور تباعا حسب طبعا سيستم أو استراتيجي معينة بنبلش فيها من A to Z. هون بيحكي إنه هذا العلم بيوضح لي الأبيرنس اللي هو الشكل تبع الجزء اللي أنا بدرس فيه، سواء كان تيشو، سواء كان أورجان، سواء كان سيستم. لازم أعرف شكله، الأبيرنس. لازم أعرف البوزيشن تبعه، وين مكان هذا العضو، وبالتالي شو تركيبة هذا العضو، اللي هي الماتيريالز اللي بيتكون منها هذا العضو. as well as شو اللوكيشن، يعني في ناس ممكن تقول ما قال البوزيشن. اوكي، البوزيشن واللوكيشن تمام، لكن هون حكى موضوع اللوكيشن عشان يعمل لي الصلة ما بين هذا البارت مع البارتس اللي بتكون حواليه. يعني شو علاقة مكانه بأماكن الأعضاء الثانية أو الأجزاء الثانية المحيطة، سواء كانت محيطة فيه أو بالجسم بشكل عام. كمان تصنيفه، لو بدنا نيجي نصنف تصنيفها هيك، ممكن نعتبرها أساسية ولكن هي مش دقيقة جداً. لما بدنا نحكي شو أنواع أو شو الطرق اللي ممكن نعمل فيها الأناتومي أو ندرس فيها الأناتومي، حكينا في نوعين. أول نوع اللي هو الـ invasive والـ non-invasive methods، تمام؟ with the goal of obtaining information about the structures and organization of organ and system. حدا منكم إذا بيقدر يجاوبني بمسج شو يعني invasive و non-invasive methods؟ ما حدا بيعرف شو تعريفها أو شو الفرق بينهم؟ تمام، يعني باختصار احنا ممكن نعمل هذا العلم او هذا التشريح من خلال زي ما بيحكوا انفيسيف، يعني بنفوت داخل الجسم. يعني باختصار انه بنعمل بروسيجر او آلية او اسلوب معين من خلاله بنقدر نعمل انتريشن او انترز ذا بودي. وهذا الاشي بصير من خلال بعض البنكتشرز أو بعض الفتحات اللي ممكن نفوت أو نفوت من خلالها هذا الانسترومنت في الجسم لحتى نكتشف شو طبيعة هذا العضو أو شو الأناتومي تبع هذا العضو. إيه، ثواني بس.
تمام، يعني خليني أشرح لكم بشكل. هو هون لتحت جايب شوية تفسير، حاولت أنا، في عندي طلبة عاملين شوية ضجة برا، فحاولت إني أسكتهم. لما بده يحكي invasive، يعني الانفيسيف بدخل instrument اللي هو الاندوسكوبي يا جماعة، المنظار. من خلال هذا المنظار بكون في بداية أو في فتحة المنظار بيكون في عندي كاميرا فيديو مركبة عليه. هذا الجهاز كله بيكون مع بعضه كامل، اسمه اندوسكوب أو منظار. هذا بيتم إدخاله من خلال فتحات حوالين المنطقة اللي أنا بدي أعمل فيها diagnosis أو بدي أعمل فيها تشريح. يعني باختصار بدي أعرف تركيبة العضو أو الجزء اللي أنا بدي أدرسه. هذه الطريقة اسمها endoscopy أو invasive، يعني أنا بغزو الجسم أو بفوت داخل الجسم. تمام؟ باختصار كمان هاي العملية أو هذا البروسيجر الطبي صار يصير فيه مش بس إجراءات تشريحية، كمان ممكن نعمل دياجنوسز لبعض الأمراض من خلال الإندوسكوب، كمان ممكن نعمل بعض الإجراءات الطبية الجراحية مثل استئصال، مثل تفتيت من خلال إجراءات عن طريق الميكرو أو الإندوسكوب عفواً. تمام؟ إيه، هنا عم تسأل إنه ندخل داخل الجسم. إيه، هذا الإنفيسيف يعني نغزو الجسم، نغزو الجسم من خلال الإندوسكوب، مش من خلال طبعاً شغلة تانية. هذا الإندوسكوب بنفوته حسب المنطقة اللي أنا بدي أشتغل فيها أو بدي أحاول أعرف البارتس الموجودة فيها. تمام؟ لو بدي أنا أعمل اكتشاف للنسيج الموجود، فلنفترض في الجال بلادر اللي هي المثانة، بحاول أعمل الفتحات اللي راح أفوت منها المنظار من منطقة النسيج الخارجي حول أو around منطقة الجال بلادر. بالتالي كله راح يكون عندكم. يا في سؤال من لونا إنه تلخص، فيكوا تلخصوا تكتبوا المعلومات، لكن التسجيل المحاضرة راح يكون عندكم طبعا فيديو. هون قسم الاي تي بيستخلص، أنا لأنه بسجل عم المحاضرة قاعدة بسجل فيها، فبياخدوا المحاضرة الصوتية وبنزل لكم إياها على الجروب. لكن إذا في معلومات خارجية كمان المطالبين انتوا فيه اولا موجود، لكن انا اذا بحس في امور لها علاقة او لازم يكون فيها عندكم تعرفوها راح اكتبها على الجروب لكم وللناس كمان اللي حضروا اوفلاين قبل نص ساعة. كان عندي كمان جروب اوفلاين لمدة ساعتين قبلكم، فراح يكون في داونلود للفيديو على الجروبس، ما تقلقوا. بالنسبة للمعلومات الخارجية كلها ما راح تكون خارج نطاق الكلام اللي راح يكون خلال المحاضرة. إذا في أي معلومة خارجية مش مذكورة أنا راح أكتبها لكم. تمام؟ أوكي، في النون انفيزف أو الطريقة اللي ما بيتم فيها أي عمل أو أي فتحات على الجلد، ما بنفوت يعني جسم داخل أو جهاز داخل الجسم. أوكي، هاي بنسميها non invasive، اللي ممكن تكون عبارة عن النسيج الخارجي يعني البشرة. فلنفترض كمان ممكن نحكي عن النون انفيسيف انه هي عبارة عن ميديكال بروسيجر as defined as non invasive when no break in the skin is created and there is no contact with mucosa or skin break.
يعني باختصار أنا ما بخدش الجلد، ما بجرح الجلد، ما بكونش عندي أي كونتاكت مع أصدب الميوكوزا اللي هو النسيج الداخلي للجلد. أنا ما بتلامس معه ولا بتلامس مع أي جروح ولا بتلامس مع أي internal body cavity beyond a natural or artificial body orifice. يعني باختصار أنا ما بغزو الجسم بأي جهاز. For example, deep palpation and percussion are not invasive but a rectal examination is invasive. يعني في بعض الأجهزة بتم ممكن ندخل اندوسكوب أو منظار من خلال الريكتال اوبنينج اللي هي فتحة الشرج، وممكن كمان ندخل الاندوسكوب عن طريق الفم. هاي الأمور بنسميها صحيح إحنا فوتناها داخل الجسم، لكن ما بنعدها invasive لأنه ما تم خدش أو جرح الجسم بأي آلة. تمام؟ هذا نوع من أنواع الأناتومي. وفي ناس كمان بتقول إنه ممكن يكون الإن invasive أو النون invasive اللي هي ممكن يكون السوبرفيشال أناتومي أو السيرفيس أناتومي، يعني من خلال العين إحنا ممكن نعرف تركيب مثلاً أو نعرف الأجزاء الموجودة على سطح الجسم، لكن هذا بتم من خلال الماكرو بيسموه أناتومي ماكروسكوبيك اللي هي الأمور أو الأجزاء اللي إحنا بنقدر نشوفها بالعين المجردة. لكن بصراحة من الشكل الأدق والشكل اللي بفيدنا حتى نعرف الستركتشر بالضبط، حتى نعرف كمان بعد هيك حيجينا موضوع الفسيولوجي اللي هو الفانكشن تبعت هاي الأورغانز أو هاي الأنسجة، كله بكون من خلال ميثودز مايكروسكوبيك. يعني لازم يكون في عنا تشريح دقيق لهاي البارتس اوف بادي لحتى بالضبط نعرف شكلها، نعرف كمان تركيبها، نعرف كمان وظيفتها. ولما نعرف هاي الأمور كلها، لما نيجي نتساءل إحنا بيننا وبين حالنا إحنا ليش بندرس أناتومي أو ليش بندرس فسيولوجي، شو بنستفيد إحنا كناس في المجال الطبي؟ أول شيء إحنا لما بدنا نعمل هاي التشريح أو هذا القسم من العلوم، مبدئياً راح يورجيني أو يعطيني صورة عن how the systems work، يعني كيف هاي السيستم الموجودة عندي بالجسم بتشتغل، from microscopic levels of cells to whole systemic function. يعني أنا لما أعرف هذا السيستم كيف بيشتغل بداية من عند الخلية لعند whole system، أنا بكون عارفة الفانكشن، بكون عارفة بعد هيك الميكانيزم لأي باثوفيسيولوجي أو باثولوجي راح يصير بهذا العضو. باختصار بيساعدني على حل المشاكل اللي ممكن تصادفها هذه الأجزاء من الجسم، وبالتالي نعطيها البروسيجر أو العلاج اللازم لحتى أنا أتخلص من هاي المشكلة. يعني باختصار ما في أي علم ممكن الواحد يتطرق له خاصة من ناحية طبية، ما فيش أي علم ممكن ندرسه ما يكون له فائدة في الحياة العملية. يعني لو تيجي تحكي لحد أنا شو أنا دخلي مثلا كفارماسيست كصيدلي، أنا ليش أدرس والله كيف بيتم تكسير الجلوكوز ودورة الكريبس في الجسم والبايوكيمستري هاي كلها، أنا ليش؟ طيب ما هو أكيد في رح يصير في جسم معين أو في شخص معين خلل في هذا التفاعل أو في هذا الباثوي تبع الميتابوليزم بالجسم يؤدي لي إلى حدوث مرض معين. أنا كصيدلي لازم
أو كمختص بالحقل الطبي أو بالمجال الطبي، أعرف شو الميكانيزم اللي صارت حتى يحدث عندي هذا الديفكت أو هذا الخلل، فبالتالي أنا أقدر أعالجه من خلال تصليح هذا الخلل بوجود تعويضات في الأدوية أو تعويضات من خلال مكملات غذائية إذا كان الخلل في وجود عناصر غذائية إلها دور في موضوع الميتابوليزم. يعني باختصار أنا بسخر هاي العلوم للفائدة مش فقط للمعرفة. ميثودز، لو بدنا نحكي على بعض الطرق أو شو الطرق اللي أنا بلجأ إلها لحتى أمارس هذا العلم أو أطبق هذا العلم، أول طريقة حكى عن الديسكشن. ديسكشن باختصار اللي هو in which a body is opened and its organs studied، باختصار اللي هي invasive، يعني أنا بفتح الجسم وبدرس الأعضاء اللي فيه من خلال فتحي أو يعني استخدامي لفتحات معينة في الجسم. تمام، هذه اللي بنسميها dissection أو التشريح بمعناه الحرفي. في النوع الثاني اللي حكينا عنه الاندوسكوبي، in which a video camera equipped، يعني جهاز اللي هو الاندوسكوب أو المنظار بيتم إدخاله through a small incision in the body wall and used to explore the internal organs and other structures. من خلال هذه الكاميرا أنا بدخل الإندوسكوب عن طريق بعض الفتحات داخل الجسم. لو بتلاحظوا فوق حكينا invasive و non-invasive، بعض ليش هون الميثودز اختلفت؟ كان قادر يقول إنه ممكن تكون invasive زي مثلا الديسكشن. طب ما احنا قلنا إنه الإندوسكوبي ممكن يكون invasive لأنه ممكن أعمل فتحات حوالين فلنفترض المعدة وأدخل إنتروسكوب، فبالتالي الإندوسكوبي ممكن يعتبر إنفيسيف ونون إنفيسيف. ممكن نعتبره نون إنفيسيف إذا تدخلنا من الريكتال أوبنينج أو من فتحة أو الأورال أوبنينج اللي هو الفم، بالتالي ما عملنا أي جروح، بالتالي هو يعتبر نون إنفيسيف. لهيك هون تم تصنيف وهون تم تصنيف آخر. تمام، لو بدنا نيجي نحكي كمان تصنيفة أو كمان ديفيجن للأناتومي، حكى أن العلم هذا الـ discipline of anatomy can be subdivided into a number of branches. ممكن يكون gross or macroscopic anatomy أو microscopic anatomy. باختصار شو يعني gross أو macroscopic؟ هاي مفسر حاله لحاله، يعني is the study of structures large enough to be seen with the naked eye. يعني أنا بدرس مركبات أو تركيبات داخل الجسم، structures يعني مصطلحها بتكون كبيرة لدرجة أنا بقدر أشوفها من خلال العين المجردة. تمام؟ يعني can be seen with the naked eye أو visible by naked eye، بشوفها بعيني. And also includes superficial anatomy or surface anatomy. The study by sight of the external body features. يعني باختصار أنا بدرس أعضاء من الجسم خارجية موجودة على السطح بسموها superficial أو surface. هاي كمان أنا بشوفها بعيني، فبالتالي أنا بقدر أعتبرها macroscopic أو gross anatomy. تمام؟ النوع الثاني واللي هو بيلزمني بشكل أكبر كمختص بعلم التشريح اللي هو
الميكروسكوبيك اناتومي اللي هو is the study of structures on a microscopic scale involves the use of optical instruments in the study of the tissues of various structures and also in the study of cells known as histology. تمام؟ يعني باختصار أنا بدرس من ناحية دقيقة جدا، لا يعني غير قادرة هاي الطريقة، أو أنا ما بقدر أعملها إلا من خلال طريقة يعني بقدر أستخدم Optical Instruments بتساعدني على إني أتوصل لتركيبة بعض التيشوز. وهون إذا بتلاحظوا ركز على موضوع الهيستولوجي. بدنا نيجي نفسر شو هو علم الهيستولوجي. هو قسم من قسم التشريح الهيستولوجي باي ذا واي، لكن في بعض التخصصات بتاخده بالتفصيل لأنه هو علم بيختص بالأنسجة، يعني دقيق جدا. ممكن نبلش بالسيلز، بعد هيها حكينا السيلز بتعمل لي تيشو جهة سوري نسيج. هذا علم الهيستولوجي بيختص بدراسة تركيبة طبيعة الأنسجة. هذا النسيج الكونكتيف تيشو، هذا النسيج الماسكولار تيشو، هذا النسيج اللي whatever شو يكون، بندرسه من ناحية مايكروسكوب لحتى نقدر بالضبط نعرف شو تركيبته، وندرسه بشكل أدق من خلال، طبعا ممكن يكون من خلال الميكروسكوب أو المكبرات لحتى إحنا نقدر بالضبط نعرف بشكل دقيق شو هو تركيبة هذا النسيج. في اللي هو دراسة السيلز نفسها، ناس بتقول لا ما ممكن السيلز تضمن أو ممكن يكون تحت تصنيف علم البيولوجي أو اللي هو الأحياء بشكل عام، لكن زي ما قلت لكم قبل شوي، أنا حتى أفهم من A to Z من البداية أدرس الخلايا حتى أنا أعرف طبيعة النسيج، طبيعة الخلايا الموجودة في كل نسيج. فمش إشي كتير عميق جدا أني أنا أدرس أو أخذ لمحة عن السيلز الموجودة عندي في هذا التشو. تمام؟ حكينا عن الأناتومي اللي هو علم التشريح. لو بدنا نيجي نحكي عن الفسيولوجي، في بعض التخصصات الطبية ممكن يشملوهم مع بعض، لكن الدراسة بعمق في التخصصات اللي بتكون دقيقة أو تخصصات كريتيكال زي الطب، زي الصيدلة، زي الناس اللي بتفوت في عالم الجراحة، بيدرسوا كل ديسبلين أو كل ديفيجن بيدرسوه بشكل موسع لوحده. يعني بيولوجي وأنواع السيلز، طبيعة السيلز، وظيفة كل جزء في الخلية بالتفصيل، هذا كله بيتم تحت إطار البيولوجي. أو في علم اسمه علم الحيوان اللي هو الزولوجي، دراسة الخلية الحيوانية فقط اللي هي بتعمل لي الخلية الخاصة بجسم الإنسان. لأنه لو بدي أحكي بيولوجي، بيولوجي كمان بيتطرق للبلانت سيلز كمان، وهو هذا الشيء ما بيعنيني كتير مع إنه تم دراسته بشكل موسع في مواضيع اللي بتخص العقاقير الطبية والنباتات والقصص اللي ممكن نستخرجها من النبات. بالتالي لازم أعرف طبيعة الخلية النباتية من A to Z، وظيفة كور كل أورجانيلي أو كل جزء موجود في هذه الخلية. إحنا لو بدنا نيجي في موضوع الخلية الحيوانية اللي بهمني طبعا كأخصائي في العالم الطبي أو التخصصات الطبية، اللي بهمني الخلية الحيوانية أو خلية جسم الإنسان. فبالتالي في بعض
المؤسسات أو بعض المؤسسات التعليمية، مؤسسات الجامعات، بعض التخصصات بيشمل علم الأناتومي مع الفسيولوجي بشكل واحد، يعني كلهم بيتم دراستهم في مادة واحدة، ولكن يعني ما بتزبط مع كل التخصصات. أول شيء حكينا لما حكينا عن الأناتومي، which study its structure، واتفقنا على إنه موضوع الأناتومي بيخص الستركتشر، ل بداية من الخلايا لعند الـ organs أو السيستم. أوكي، بالنسبة ل الفسيولوجي، لو بدنا نحكي عن الفسيولوجي، الفسيولوجي بيدرس الفانكشن، بيهتم أكتر شيء في موضوع وظيفة هذا العضو. تمام، لما أنا بدي أعرف شو وظيفة هذا العضو، أكيد هذا الإشي راح يوصلني لمعلومات تانية ممكن أنا أخذ منها. لما أعرف هاي الوظيفة تبعت هاي العضو، شو الميكانيزم اللي صارت في هاي الوظيفة، فبالتالي أنا لما أعرف الميكانيزم تبعت الوظيفة، أي خلل بصير في هاي الوظيفة يعني في مشكلة، يعني في مرض، يعني في علاج. بنفوت هون في موضوع ولكن مش مطلوب منه إنه إحنا نعرف، لكن هو كعلم اسمه باثوفيسيولوجي، لما أنا بدي أدرس شو هذا المرض عمل لي مشكلة في الفسيولوجي تبعت هذا النسيج أو هذا العضو. لكن أنا كالترم هذا أو المادة هاي اللي معايا، أنا فقط بدرس الفانكشن تبعت العضو أو الأورجانيزم بشكل عام في الحالة الصحية، مش في الحالة اللي بتخص الحالة المرضية. تمام؟ أوكي، فبيحكي عن الفسيولوجي إنها دراسة الفانكشن زي ما قلت. Make a natural pair of related disciplines and are often studied together. حكينا إنه في بعض المؤسسات بتدرس هدول القسمين بشكل واحد أو في تخصص واحد، لكن هذا الإشي ما بيزبط مع الكل. تمام؟ بصراحة زي ما قلت لكم، أنا ضد إنه أدرس تشريح أو أدرس فيسيولوجي كمان مع التشريح، لأنه هذا بحر وهذا بحر تاني. أوكي، هو بيتعلق في بيقرب له زي ما بقوله، لكن أنا كطبيب، أنا كجراح، لازم أعرف كل، حتى من بداية البيولوجي، من بداية الهيستولوجي، تباعا لعند دراسة كل عضو لحال، وأشرح كل نسيج لحال، لأنه الأنسجة بتختلف من عضو لعضو، بتختلف من مكان لمكان. أنا لما قال لي بدي أعرف الأبيرنس هون، لما عمل لي الأناتومي، لازم أعرف الأبيرنس تبع العضو أو النسيج، شكله. هذا الشكل بيعطيني كمان هنتس أو مساعدات لقدام أنا بدي يعني كيف بقولوها، لما أنا بعرف شكل العضو، مع الخبرة بصير في عندي معلومات كافية عن شكل هذا العضو في الحالة الصحية. أكيد لما بدي أشوف العضو في حالة غير صحية، بعرف إنه عندي المشكلة فقط في النسيج حسب ما بشوف بالعين، إذا كان في مجال إني أشوفه بالعين المجردة أو حتى تحت الميكروسكوب. أنا بكون عارف شكل النسيج وهو في الحالة الصحية، فبالتالي الأبيرنس لو اختلف فبكون دليل على إنه في
حالة مرضية أو شيء. خلينا يا هناء ولونا أمشوا معايا ستيب باي ستيب. أكيد موضوع التغذية، لأن التغذية مش بس أنا بدي أغذي جسم سليم، شو علاقة هذا العلم بالتغذية؟ لا، أنا لما بعرف مثلا مرض السكر فلنفترض، أو مرض ضغط الدم، أكيد بدي أعمل له برامج غذائية. طب أنا ما قبل ما أعمل برنامج غذائي لمريض السكر، مش بدي أعرف بالضبط شو يعني مرض السكر؟ طيب أوكي، عرفت مرض السكر، طب بدي أعرف مرض السكر أنا في مجال طبي بشتغل، مش حلوة في حقي إنه يجي حدا يسألني شو مضاعفات مرض السكر؟ طب شو بيعمل في العين؟ شو بيعمل في الجهاز العصبي؟ شو بيعمل بالكلى؟ طب خليني أنا أعرف مثلا شو طبيعة النسيج اللي في الكلى؟ شو طبيعة النسيج اللي هون مثلا في أي عضو تاني؟ هذا إشي لمعلوماتنا، يعني زي ما بقولوا حتى يكتمل المثلث لازم يكون عندنا معلومات عن كتير أمور بتخص هذا الموضوع. بس أنا حاولت أجاوبك عن سؤالك يا هناء، لأنه التمريض عم ياخد، الصيدلة عم ياخده، الطب البديل عم ياخده، التغذية عم ياخده، نفس التخصص مع بعض، دليل على إنه كل حدا فيهم بيلزمه إنه يعرف هذا الديسبلين أو هذا القسم من العلوم. العفو، ولا ما في أي مشكلة. تمام. في كمان أمور بتتعلق في المايكروسكوبيك، حكيت أنا إنه بختص أكتر في موضوع الهيستولوجي أو موضوع دراسة السيلز والتيشوز، خاصة موضوع المايكروسكوبيك، لكن في أعضاء مش من السهل إني أنا أشوف بالعين شو طبيعة النسيج الموجود فيها. In contrast، بالعكس، في أعضاء مجرد ما أنا أفتح العضو، فلنفترض القلب، مجرد ما أفتح القلب بفتحه هيك بسكينة أو شيء، وكلنا بنشوف قلب الذبيحة أو قلب الكلى مثلا، مجرد ما فتحناهم بنعرف obviously هيك بشكل بديهي إنه هذا النسيج تبع القلب، هذا النسيج الخاص بالكلى. ف دايما في موضوع اللي بنشوفه بالعين بكون أوكي، عرفنا إنه هذا النسيج خاص بهذا العضو، لكن ما شفنا بالضبط بالصورة الدقيقة طبيعة هذا النسيج، أو إذا كان في خلل قدرنا نعرف أو نوصل لهذا الخلل الموجود، هل هو فعلا في مشكلة في هذا النسيج أو لا. كله قلت لكم من خلال المايكروسكوبيك أناتومي بنقدر نعرفه أكتر أو نتعمق فيه أكتر. بالنسبة للفسيولوجي، حكيت لكم الفسيولوجي بيتعلق بالفانكشن. كمان في شغلة حكيت عنها هلأ بشكل مختصر، إنه لو أنا بدي أدرس الفسيولوجي كفسيولوجي لحال، راح أتطرق لكل عضو أو كل بارت بالوظيفة تبعته. بالتالي أنا ما بقدر، إذا بتشوفوا برامج الكليات اللي بتخص البكالوريوس أو التخصصات اللي شوي بتتعمق في هذه الأمور، ما ببلشوا في تخصص الفسيولوجي إلا لما يكونوا مخلصين بيولوجي والهيستولوجي والأناتومي. يعني بديهياً ما بقدرش أفوت بوظيفة أي عضو إلا لما أدرس تركيبة هذا العضو، من أي نسيج بيتكون هذا العضو. فبالتالي لما أعرف هاي التفاصيل مبدئياً، فبالتالي راح أعرف شو الفانكشن. يا جماعة جدا مهم إني أنا أفسر أو أنا أحاول أصنف شو طبيعة الأنسجة، لأنه كل نسيج له الفانكشن اللي بتميزه عن النسيج التاني. لهيك كل عضو بيختلف عن التاني في تركيبته، في نوع نسيجه، لأنه الفانكشنز
تباعا بتختلف ما بين كل عضو عن العضو التاني. وزي ما حكيت الفانكشن، لما أنا أدرس الفانكشن من خلال ميكانيزمز، أنا لما بدي أجي أدرس فلنفترض القلب، شو الفانكشن تبعته؟ اللي هو البامبينج، يعني ضخ الدم للجسم واستقبال الدم من الجسم، وبالتالي إعادة دورة الدم هاي. أنا لو ما درست الستركتشر تبعت القلب، لو ما درست الهيستولوجيكال ستراكتشر يعني طبيعة النسيج الموجود بالقلب، ما رح أقدر أفسر كيف الميكانيزم تبعت الفانكشن للقلب. يعني أوكي هو بضخ الدم، بس هذه العضلة اللي بتضخ الدم شو الميكانيزم اللي بتشتغل عليها؟ هذه فسيولوجي، لأنه الفانكشن ما بتيجي هيك عشوائيا، بتيجي تباعا لوجود ميكانيزمات أو تفاعلات بتصير في هذه النسيج المركب لهذا العضو. بالتالي أنا لما أعرف هذا الميكانيزم بعرف هذه الوظيفة. فأنا كبني آدم صحيح ما عندي أي مشكلة صحية، بعرف إنه الميكانيزم A بتعطيني الوظيفة ب في هذا العضو، فليفترض أو نفترض إكس. لو هذا العضو صار في عنده مشكلة في الفانكشن اللي أنا أصلاً فاهمة الميكانيزم تبعتها، بالتالي لما أنا أفهم أو أعرف إنه في مشكلة فسيولوجية في القلب، نفترض في العضلة في ضخ الدم، أنا كأناتوميست أو كدكتور درست هذه المواضيع كلها، بفهم إنه في صار خلل عندي في الميكانيزم أوف أكشن تبعت عضلة القلب اللي أدالي إلى وجود مشكلة في القلب أو فشل في عضلة القلب. ممكن يكون ضعف، ممكن يكون فشل، ممكن يكون احتشاء حسب ما بيسموها بالعربي اللي هي الكونجستيف هارت فيلير، اللي هو فشل في عضلة القلب، أو ممكن تكون نسبة معينة ضعفت تبعا لخلل في الميكانيزم تبعت ضخ الدم في هاي العضلة. أنا عشان تشوفوا كيف كل تخصص صار في مجال، يعني أنا كصيدلي هلأ من خلال البايوكيمست اللي هو عالم البايوكيمستري اللي بيعرف كل تفاعلات الجسم، بالإضافة للأناتوميست اللي درس كل الميكانيزم اللي بيصير بالأعضاء، أوعزوا لي إشارة إنه في مشكلة في الميكانيزم أوف أكشن في هذه الجزئية من التفاعل أدت لي لخلل في الوظيفة تبعت القلب. بدنا لو سمحتوا يا صيادلة يلي بتخترعوا الدواء أو بتعملوا كرييشن للعلاجات، سواء انتوا بالمعمل سواء انتوا بالشركات، و بدي منكم تعملوا لي دواء يحتوي على هذا العنصر أو هذه المادة اللي صار فيها خلل وأعطتني هذا المالفانكشن أو سوء الأداء في وظيفة هذا العضو. شفتوا كيف العلوم الصحية أو الطبية كلها مترابطة في بعض؟ بالتالي اللي بدي أوصل له ما في علم بيقل عن اللي علم التاني، كله بيكمل بعضه، خاصة بالعلوم الطبية ما فياش أنا أستثني أهمية أي علم، كله بيكمل بعضه. شوفوا الأناتوميست هذا وقديش دوره، لحتى يعني إله دور كتير 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 مهم في إني أخترع هذا الدواء اللي راح أعالج فيه هاي المشكلة اللي صارت من خلال الميكانيزم تبعت الفانكشن. هذا بس مجرد مثال، تمام؟ عم يعني نشوف الأناتوميست اللي هو الأخصائي اللي بيشتغل في موضوع الأناتومي، يعني شو اللي بهمه أو شو العلم تبعه
يتيح له يعرف معلومات عن الجسم أو عن البدي أو عن الأورجان أو عن الهدف اللي هو بده يعمل من خلاله هذه الدراسات. أول شيء بده يعرف الشيب، حكينا لكم الأبيرنس أو الشيب تبعت الأورجان، أو هما غالبا بيحكوا الأورجان لأنه الوظائف ودراسة الفسيولوجي ودراسة الهيستولوجي كلها بتتعلق في وجود أورجان معين خلال هذا السيستم. الأناتومي شو بهم؟ الأناتوميست عفوا بهم الشيب، شكل هذا العضو، هل هو بالشكل الصحيح؟ هل هو بالحالة الصحية البيرفكت اللي راح يأدي الوظيفة؟ عشان تبع الفسيولوجي لما يجي يدرس يلاقي الوظيفة صح، معناته هذا الشيب ما في مشكلة، شكل العضو واضح ما في أي خلل. السايز، حجم العضو، حجم العضو إذا كان في الحالة الصحية كيف بده يكون حجمه، لأنه في حالات بتصير هايبوميجالي وفي حالات بتصير هايبرميجالي، يعني مشكلة في حجم العضو، ممكن تضخم وممكن ضمور. هذا الإشي تبعا لميكانيزم معينة، خلل معين في تفاعل معين في هذا العضو أعطاني مشكلة بالحجم أو تضخم أو ضمور. بوزيشن، مكان هذا العضو، وين مكان هذا العضو في هذا السيستم. يعني باختصار أنا لما بدي أجي أصور الكلية، فلنفترض الكلية بكون في إلها بوزيشن معين بالملي من خلال الصور الإشعاعية أو صور الرنين فلنفترض، أو الصور المقطعية. أنا كأخصائي تشريح بعرف بالضبط وين مكان الكلى، بالتالي أنا لما أعرف عند شخص معين إجا يفحص لقيت مكان الكلى مش في المكان الصح، بعرف إنه في مشكلة في النسيج تبع الكلى، يا إما صار في ضمور يا إما صار في تضخم، يا إما النسيج اللي ماسك الكلى كنا بنعرف الغدة اللي موجودة اللي هي أدرينال جلاند أو بسموها بالعربي الغدة اللي فوق الكلوية أو الكظرية بسموها، هي مصطلح الأدرينال جلاند أفضل لأنه أد فوق رينال يعني فوق الكلى. فهذا الجلاند أو الدهون اللي بتكون حوالين الكلى كمان إلها دور في تحديد موقع الكلى، وبسموها إحاطة الكلى، كمان في حماية من خلال هذا النسيج للكلى. أنا لما أشوف مكان الكلى اختلف بكون obviously نعرف إنه في مشكلة ب يا إما الكلى يا إما النسيج اللي محيط بالكلى. تمام؟ الستركتشر كمان، تركيبة هذا النسيج أو هذا العضو جدا مهم في إنه يحدد لي بالضبط الستركتشر هاي في الحالة الطبيعية أو في حالة مرضية معينة تبعا لوجود خلل تفاعل، تبعا لوجود عدم تغذية وريدية أو تغذية دموية أو تغذية عصبية. هذا كله الأمور من خلال الستركتشر كمان أنا بعرف. خلينا ناخد بريك شي 10 دقايق، نرجع إن شاء الله نكمل المحاضرة. خدوا استراحة، اللي حابب يشرب شي يعمل شي، نرجع بعد شي 10 دقائق. مرحبا، نكمل المحاضرة، معلش طولت لأني غيرت القاعة، هناك القاعة شوي فيها بكون في نويز من الشعب التانية. كل موجود؟ كل 19 موجودين؟ كلهم حاضرين؟
تمام، لو بدنا نحكي عن الاناتومي حكيت والفسيولوجي حكينا اهتمامات، او شو اكتر شيء بهمني انا كاناتوميست اعرف. حكينا عن موضوع الشيب، حكينا عن السايز، البوزيشن، الستراكتشر. كمان في شيء لا يقل اهمية عن هاي الامور اللي هي البلود سبلاي لهاي الأورجانز أو هاي البارتس، قصده بالبلاد سبلاي طبعا التغذية الدموية بالأوعية الدموية. كان في مناقشة في محاضرة الأوفلاين على قصة الفرق ما بين الأوردة والشرايين من ناحية وظيفة، من ناحية مكان، من ناحية شكل. ف في حدا عنده أي معلومة ممكن يحكيها يكتب لي مسج على المسجات هون عشان أفتح له المايك، إذا في عنده معلومة نعمل فيها شوية حوار. هاي أعرف شو معلوماتكم، بعرف في منكم كم أو بعض الناس دارسين علوم طبية، يعني في عندهم خلفية. إذا في مجال حدا يعطينا فكرة على شو نقدر نعمل فروقات ما بين الأرتريز والفينز اللي هي الشرايين والأوردة، يلا سمعونا، مين عنده فكرة يكتب لي مسج إنه أنا بدي أحكي. لا، بدي أفتح المايك. رافا كاتبة الوريد يحمل الدم الغير مؤكسج. تمام، أفتح لك المايك تكملي، ولا هاي بس المعلومة اللي أنتي عارفاها؟ تمام، أنا اللي بيعنيني إنه في موضوع الأوردة والشرايين، أول شيء ناحية وظيفية كلنا بنعرف إنه الشرايين هي اللي بيتم ضخ الدم من خلالها من القلب لكل أعضاء الجسم، هذا الإشي إحنا متفقين عليه. الأوردة هي اللي بتاخد الدم من كل أعضاء الجسم وبترجعه على الدم حتى الدم يضخه للجهاز التنفسي أو الرئتين ويتم أكسدة الدم أو تحميله بالأكسجين والتخلص من الـ CO2 أو الكربون دايوكسيد اللي هذا الدم حمله من الأوعية، أو سوري، من الأعضاء والأنسجة الموجودة في الجسم. تمام؟ باختصار لازم العضو يكون مغذى بالدم وكمان مغذى بالأوردة اللي راح تاخد منه الدم للقلب، as well as in innervation of an organ، يعني التغذية العصبية كمان من ناحية أعصاب ونهايات عصبية. لازم يكون في عندي كمان إمدادات عصبية للعضو، مش بس من ناحية طبعا تغذية دموية. ما في أعصاب يعني للأسف هذا العضو خارج نطاق العمل. كنا بنعرف هذا الإشي بديهيا. تمام، عمل لنا مثال على الليفر اللي هو الكبد، هذا مجرد مثال اقترحه. الليفر while يعني الاناتوميست بهمه في الليفر او بالكبد بيعرف شكله، شكل الكبد، حجم الكبد، يعرف مكان الكبد وين، يعرف تركيبة الكبد او شكله الداخلي.
وقصة الهيباتوسايتس أو خلايا الكبد وكيف تركيبتها، بالإضافة إلى إنه يعرف شو الأوردة والشرايين والإمدادات العصبية لهذا العضو اللي هو الليفر. تمام، هذا رقم واحد اللي هو عالم التشريح أو أخصائي التشريح. الأخصائي المقابل اللي هو الفسيولوجيست، شو بده يعرف؟ هو interested in، علمه بتيح له إنه يكون متخصص في the role of the liver، يعني باختصار وظيفة الكبد، الفانكشن اللي بيعملها الكبد. تباعا أنا بعرف الفانكشن، ما بقدر أعرف الفانكشن إلا لما أعرف الميكانيزم اللي بتصير في التفاعلات أو الباثويز اللي بتصير بالكبد. تباعا أول بديهيا إحنا لازم نعرف أو بنعرف إنه من أهم وظائف الكبد وظائفه أو دوره، اللي طبعا ما حدا بيقدر يقلل منه، اللي هو دور الكبد في عملية أو في النيوتريشن، التغذية، قديش أهميته وقديش دوره في إنه يساهم في عمليات الميتابوليزم. سيبنا من موضوع الأدوية، هلأ خلينا بالعناصر الغذائية. قلنا بنعرف إنه الكبد اللي هو بينتج البايل، اللي هي العصارة الصفراوية اللي بتكون في البايل داكت، اللي هي في القناة الصفراوية موجودة بالكبد. هذه البايل شو بدنا نستخلص من وظيفة الكبد؟ من خلال إفرازه لهذا التركيب أو لهذا المنتج اللي هو إحنا بنسميه العصارة الصفراوية أو البايل. زي ما حكيت، هذا هو عبارة عن فلويد، طبعا كلنا بنعرف إنه هو فلويد سائل بتم تصنيعه وإخراجه من الكبد، ولكن بتخزن وين؟ في الجال بلادر أو في العصارة الصفراوية. أنا عم تسأل يعني يا دكتورة، باختصار الشريان بيحمل الدم بالأكسجين والوريد بحمل الدم الغني. هي القصة مش في وظيفته إنه يحمل، أكيد هو بيحمل الأكسجين وبيحمل العناصر الغذائية وبيحمل الأدوية وبيحمل كل إشي بيقدر الدم أو بيكون في مجرى الدم من خلال القلب على الشريان، ومن خلال الشريان على التفرعات اللي بتصير منه للأعضاء. يعني من ناحية وظيفية الشريان بنقل الدم من القلب للأعضاء، والوريد بيعمل العكس. تمام، خلينا نرجع للبايل. حكينا عنه، هذا البايل عبارة عن فلويد بتم تصنيعه بالكبد وتخزينه في الجال بلادر. أهم وظيفة في أو لإله بيساعد في، أنا بتطرق من ناحية النيوتريشن يا جماعة، ركزوا لي في قصة التغذية لأنه دور البايل في موضوع التغذية جدا مهم. هذا البايل بيساهم في إنه تتكسر الفاتس عندي للفاتي أسيد أو للأحماض الأمينية. بالتالي هذه الأحماض الأمينية بتم امتصاصها من خلال الـ internal lining of small intestines. هاي الأحماض الأمينية بتم امتصاصها من خلال الجدار الداخلي للأمعاء الدقيقة، بنسميها فيلي، أو نتوءات بتكون في السطح الداخلي للأمعاء الدقيقة أو الصغيرة باختصار. فبالتالي أنا بتم امتصاص هذه فاتي أسيدز أو الأحماض الدهنية من خلال تكسير الدهون اللي بصير بواسطة البايل، اللي هو أساساً البايل بيجي من الليفر. فهون بتكمن شو
وظيفة الليفر في موضوع النيوتريشن. لذلك لو لا سمح الله ما في عندي العصارة، ما بيتم استخراج أو تخزين. هلأ الفرق اللي بدي الكل يحاول يعرفه، إنه لما أنا بعمل استئصال المرارة أو اللي هي البايل دكت هاي اللي عندي أو الجال بلادر، شو بصير عندي؟ موضوع إفراز أو إنتاج البايل موجود، لأنه هو هاي العصارة أو القناة عفوا ما بتتأثر، هي موجودة هذه العصارة بتفرز من الكبد لكن ما بتتخزن في المكان تبعها. فبالتالي أول بأول إنتاج هذا الفلويد اللي هو بنسميه البايل بيتم إفرازه في الجزء الاثنى عشر المقابل للكبد، فبيتم هضم أو تكسير كميات بسيطة من الدهون اللي بناخدها عن طريق الأكل وتكسيرها للفاتي أسيدز، وبالتالي بيتم امتصاص الفاتي أسيدز. وين بتصير المشكلة؟ لما يتم استئصال القناة هاي، ليش بصير مشكلة بعد هيك؟ لأنه في ناس ما بتاكل دهون بالكميات المعقولة، فبالتالي شو بصير عندها؟ بصير عندها تراكم للدهون في الخلايا الدهنية لأنه ما بتتكسر، لأنه ما في مخزون عندي للعصارة اللي أنتج من الكبد لحظيا نزل في الجهاز الهضمي أو في منطقة الاثنى عشر وكسر الأحماض الدهنية، أو سوري كسر الدهون للأحماض الدهنية وتم امتصاصها. أي كمية زائدة من الدهون بيتم تراكمها في الخلايا الدهنية الموجودة في أنحاء الجسم، وبتم طبعا زيادة الكتلة الدهنية وزيادة الوزن تباعا. بالتالي هذا الإشي إحنا في غنى عنه بديهيا في الجسم. لهيك أغلب الستات خاصة اللي بيعملوا استئصال للمرارة أو للعصارة هاي أو لمخزن العصارة، بنحاول إن نحط لهم برامج غذائية ما فيها كميات طبعا من الدهون، أو إذا كان ولا بد يكون في دهون غير مشبعة أو نافعة زي زيت الزيتون، زي الأوميجا 3، زي فلنفترض الأفوكادو. خلينا نركز على الزهون النباتية. بقوليات ممنوعة، ليش يا هنا؟ شو علاقة البقوليات في الدهون؟ البقوليات أحيانا بيمنعوها أو غالبا بتم منعها للناس اللي عندهم مشاكل في القولون أو القولون العصبي، مش المرارة. المرارة لأنه بتفتت أو بتكسر الدهون، تشتغل على الدهون. تمام، خلينا بس نركز في هذا الموضوع. شغلة كمان بتتعلق في الفسيولوجي، إنه فهم الوظيفة تبعت الكبد بالإضافة للنيوتريشن دوره في regulation of bodily functions. أنا بفهم من هاي الجملة قديش دور الكبد في التحكم في كل وظائف الجسم. كلنا بنعرف دور الكبد في موضوع الميتابوليزم وإنزيمات الكبد ودورها في الميتابوليزم، سواء كان للعناصر الغذائية أو المواد الغذائية أو الأدوية اللي إحنا بنتناولها. كتير في مواد بيتم تناولها، خلينا نفترض الأدوية العقاقير الطبية، لازم يصير في إلها تفاعلات معينة من خلال طبعا إنزيمات الكبد حتى إنه يتم استخراجها من الجسم. كمان شغلة ثانية، في بعض الأدوية إحنا بناخدها بشكلها الانأكتيف، يعني برو دراج بسموه، زي ما بكون في عندي انزيم ان اكتف بسموه برو انزيم او
إله مصطلح معين غاب عن ذهني، بتم من خلال تفاعلات معينة بالجسم تحويل الـ inactive form للـ active form، وبالتالي بيتم استفادة الجسم منه أو بتم عمل الوظيفة الخاصة فيه. كتير أدوية، فلنفترض اللوراتيدين، اللوراتيدين اللي هو أنتي هيستامين بياخدوه للحساسية. كتير في أقراص بناخدها بتحتوي على اللوراتيدين، هيك هذا الشكل الانأكتيف لللوراتيدين. من خلال تفاعلات بالجسم بيتم تحويله للدس اللوراتيدين من خلال إنزيمات موجودة بالكبد. هذه الإنزيمات بتحول الانأكتيف فورم للأكتيف فورم وبيعمل مفعوله في الجسم. شوفوا قديش أهمية الليفر، وضرب مثال، لكن هاي البراجراف اللي كتبها عن الليفر ممكن ينعمل فيها كتب، يعني حدث ولا حرج على قصة الكبد وقديش أهميته في عمليات الميتابوليزم للعناصر الغذائية بالإضافة للأدوية. كمان شغلة إلها علاقة بالميتابوليزم والتغذية، كمان كلنا بنعرف دور الكبد في تخزين اللي هي الكميات الزائدة عن حاجة الجسم من الجلوكوز كجلوكاجون. هذا الجلوكاجون بيكون مخزن في الكبد من خلال طبعا تفاعلات معينة. هذا الجلوكوز الزائد عن حاجة الجسم بينعمل منه مركبات كبيرة، يعني كلنا بنعرف إنه الجلوكوز وحدة، يعني هو يونت، لكن الجلوكاجون عبارة عن بوليمر كبير، مركب كبير معقد مكون من جزيئات الجلوكوز. في حالة الفاستينج أو في حالة الستارفيشن المجاعة، طبعا الدايتري انتيك أو إحنا كبني آدمين إذا تعرضنا لهاي الظروف، موضوع الجلوكوز بالأكل تباعا راح يقل، ما راح يكون في جلوكوز بالأكل. وفي ناس تتبع عادات غذائية أو صيام متقطع أو تمنع الجلوكوز ومكوناته زي السكر الأبيض، النشا والقصص هاي، بتمنعها منعا باتا من النظام الغذائي. بالتالي الجسم بده يعوض هذا النقص، الكبد بروح بميكانيزمات معينة أيضا بتفتت أو بيتم تحليل الجلوكاجون اللي تخزن ليعطيني الجلوكوز حسب حاجة الجسم، لأنه كلنا بنعرف الجلوكوز هو المركب الرئيسي لإنتاج الطاقة في الجسم، يعني تكسير جزيئات الجلوكوز اللي بيعطيني الـ ATP اللي هي بسموها الـ Energy Currency، اللي هي العملة الخاصة بالطاقة بالجسم، اللي هي الأدينوسين تراي فوسفات الـ ATP طبعا اختصارها. هذا المركب طبعا ضروري جدا وكريتيكال دوره في إنتاج الطاقة اللي بستخدمها في بناء العناصر الغذائية، طبعا في بناء الجسم تباعا في عمليات الالتئام والهيلينج من الأمراض، كله لا يقل أهميته عن الثاني. فسو هون إيش بنقدر نستنتج؟ قديش دور الكبد كمان في إنه يكون إله هالأهمية العظيمة في موضوع النيوتريشن وتعويض النواقص من خلال الأمور اللي بيتم تخزينها في الكبد، بالإضافة إلى إنه بيتحكم في الميتابوليزم لكتير أدوية بتم أخذها عن طريق الجسم في حال سوري في عن طريق الأقراص أو عن طريق في من ناحية صيدلانية. أغلب الروت أوف أدمنستريشنز أو الأدوية اللي بناخدها بتمر على الكبد بالأول قبل ما تتم توزيعها على الجسم، تمام؟
لأنه لازم ترتبط بحامل هذا الدواء، ما بيكون ساري في الدم هيك بشكله الحر، لازم يكون في إله زي بنسميه ممكن بديهيا نحكي عنه حامل، وهذا أغلبهم بيكونوا عبارة عن بروتينات تصنع في الجسم لتحمل الأدوية. كارير مش ريسبتور، الريسبتور اللي بيعمل المفعول على سطح الخلية، لكن هذا الكارير طبعا كلهم أو معظمهم عبارة عن بروتينات معينة بيتم طبعا من خلالها حمل هذا الدواء وسريانه في مصرى الدم. في بعض الأدوية طبعا بتؤخذ عن طريق الوريد، هاي اللي بتؤخذ عن طريق الوريد بيتم طبعا المفعول على طول، الـ onset of action للدواء مجرد ما الإبرة تفوت في الوريد، لأنه ما بروح على الكبد على طول، هذا الدواء بكون في مصرى الدم بروح للريسبتورز الخاصة فيه في المكان اللي بده يشتغل عليه. الحقن الماسكولار أو الـ IM كمان بتعبر على الدم وبتروح أيضا على الكبد، لكن كمان مفعولها بكون سريع نوعا ما مقارنة بالأقراص أو الكبسولات. كل الـ route of administrations نوعا ما فينا نحكي إنه مفعولهم بكون أسرع في الأكشن لو بدنا نقارنهم بالأدوية اللي بتأخذ عن طريق الأورال، لأنه أنتو عارفين بالأورال بده ينزل على المعدة، وبعد المعدة بده يتكسر يتحلل بالأحماض أو الوسائط الموجودة بالجهاز الهضمي، بعد هيك يتم احتضانه بكارير معين أو تكسيره بالأمعاء، بعد ما يتكسر بالأمعاء أو يتحلل بيتم امتصاصه، بعد الامتصاص بروح على الكبد حتى الكبد يحمله ويوديه بالدم، والدم يوزعه على كل الريسبتورز الخاصة فيه بالجسم. فبالتالي قديش دور الكبد في إنه يحمل هاي الأدوية، أو الأدوية بتكون دائما عبارة عن ممكن تكون كيميكال، ممكن تكون عبارة عن مغذيات حتى إنه يكون في عندي توريد لهذه السبلمنتس للجسم. فبالتالي أنا بحملها من خلال الكاريرز اللي بيوفر لي إياها الكبد. هذا الإشي طبعا ما في حدا بينكر أهميته، بالإضافة إلى أنه الكبد كمان بيعمل إكسكريشن للأدوية. الأدوية طبعا ما بتتراكم بالجسم، بيوصل لمرحلة معينة الدواء بسموها الستيدي ستيت، بيبدأ يطلع تركيزه بالدم، بيوصل لمرحلة معينة اسمها ستيدي ستيت، بعد هيك أكتر من هيك تركيز للدواء بالدم ما في، خلص بيوقف لعند طبعا الجرعات اللي موصوفة لكل مريض. بعد هيك بصير هذا التشارت أو السكيم بصير ينزل الرسم البياني، لأنه الدواء بصير يقل تركيزه بالدم. ليش؟ أنا بطلت آخذ جرعات جديدة من الدواء، خلص الكورس، فبالتالي الدواء بصير يتكسر للبرودكتس تبعته من خلال إنزيمات الكبد، وهاي المركبات اللي بتنتج بتم استخراجها من الجسم عن طريق البراز، عن طريق البول، عن طريق السويت، حسب الطريقة اللي بتم استخراج الجسم أو إخراج الجسم لهذه السموم اللي بتنتج. هون كمان ما فينا نقلل من أهمية دور الكبد في عمليات تكسير الأدوية حتى ما أنا تتراكم عندي بالجسم بصورتها الدوائية الفعالة، لأنه راح تعمل accumulation تتراكم، وبالتالي راح تعمل لي toxicity بالجسم، سمية. هون اتطرقنا بس وظيفة بسيطة للكبد، يعني شوفوا قديش أنا لما أكون فاهم تشريح الكبد
تركيبة الكبد، شو الأوردة اللي بتطلع من الكبد، وشو الشرايين اللي بتفوت على الكبد، شو الأعصاب اللي بتفوت في الكبد، شو العصب الرئيسي اللي بفوت على الكبد، شو شكل الكبد، شو مكان الكبد. هذا كله أنا كعالم تشريح لازم أكون أعرفه، بالإضافة إلى الفسيولوجيست وقديش دوره في إنه يصنف لي وظيفة الكبد. طبعا أنا لما أعرف وظيفة الكبد من خلال ميكانيزمات معينة، هذا الشيء في شو بيساعدني، زي ما قلت قبل، ساعدني أفهم لو صار في مال فانكشن أو صار في سوء أداء للكبد في ناحية من هاي النواحي اللي أنا ذكرتها، شو بيعمل خلل. هذا الخلل أنا بكون عارف بديهيا إنه صار خلل في هذا التفاعل، so بدي أعوضه من خلال أدوية معينة أسيطر على هذا الخلل اللي صار في الفانكشن. يعني باختصار عالج المشكلة من خلال فهم ميكانيزم اوف اكشن. تمام، هون اتطرق شوي أوسع في موضوع الفسيولوجي وشو هو هذا العلم. Physiology is the scientific study of functions and mechanisms in a living system. حكينا عنه بشكل كبير، ما في داعي نقعد نوضح. باختصار التفاعل أو هذا الوظيفة تبعت هذا العضو شو هي وكيف بتصير عن طريقة أي ميكانيزم. Physiology focuses on how organisms, organ systems, individual organs, our cells, and biomolecules carry out the chemical and physical functions in a living system. باختصار يعني أنا كعالم تشريح للأعضاء أو أنا فيسيولوجيست، في بعض أخصائيي الفيسيولوجيست في بعض الدول حسب طبعا تشعب تخصصهم بيعتبروهم نوعا ما أطباء، لكن مع بعض بسموها الاعتبارات. فهون أنا لما بدي أركز على أورجانيزم، على كائن حي، لو بدي أركز على سيستم معين، لو بدي أركز على عضو معين، لو بدي أركز على خلية أو نوع خلايا معين، أو أركز على بعض المركبات اللي بيتم حملها أو بيتم توزيعها بالجسم لتعمل كيميكال وفيزيكال فانكشنز في كل هذا الليفينج سيستم اللي إحنا بنسميه بودي. شفتوا كيف الأهمية؟ يعني باختصار عالم واسع من الدراسات، لأنه في للعضو functions ممكن تكون physical، ممكن تكون chemical، ممكن هذا العضو يكون في إله أنزيمات يشتغل من ناحية كيميائية، وظائفه كيميائية من خلال أنزيمات، من خلال هرمونات، ما بيتحرك، ما إله أي خصائص فيزيائية. ممكن يكون في إله خصائص فيزيائية بتتعلق بالانبساط، بالانقباض، حسب نوع كل نسيج أنا بدرسه. Central to physiological functioning are، شو هي ال central to physiological functioning؟ Biophysical and biochemical processes, hemostatic control mechanisms, and communication between cells. هذه الوظائف، أو يعني باختصار لو بدنا نيجي، مش عارفة كيف ممكن أعربها أو أحكيها بالعربي، لو بدي آجي أركز بالضبط على شو الـ functions أو شو الوظائف الفسيولوجية اللي بتتعلق بالأعضاء، بدي أركز على شغلات إلها علاقة بالبيوفيزيكال أو بايوكيميكال، يعني كيمياء حيوية أو فيزياء حيوية، عمليات بتصير بالجسم طبيعتها حيوية، بايو يعني بتصير داخل الجسم ولكن خاصيتها كيميائية أو فيزيائية
يعني باختصار ممكن نحكي عن موضوع البيوفيزيكال ودوره في، لو بدنا نقول، على الاختلاف في تركيز العناصر والأوزموتيك بريشر والقصص اللي إلها علاقة في التركيز وسريان السوائل ما بين وسط ووسط. هذا كلها خصائص فيزيائية تتبع تركيز معينة للسوائل. بايوكيميكال إلها علاقة بتفاعلات كيميائية وإلها علاقة بإنزيمات موجودة أو هرمونات، بالإضافة إلى هيموستاتيك كنترول اللي هي الاتزان، التحكم في الاتزان في الجسم، يعني تركيز هذا الفلود مع تركيز هذا الفلود، الاتزان كمان من ناحية وجود ضبط للتراكيز بالدم بالسوائل الموجودة بالجسم. هذا كله محكوم زي ما بقولوا بالملي، ما بصير أي خلل، وإذا صار أي خلل بكون تبعا لوجود ميكانيزم صار فيها dysfunction لازم نعالجه بالطريقة المناسبة. في كمان قصة الكوميونيكيشن بتوين سيلز، كيف بصير التواصل ما بين الخلايا، هذا كمان من خصائص عالم الفسيولوجي، لأني أنا لما بدي أدرس وظيفة كل خلية، وظيفة كل نسيج، لما بدي أدرس كيف من ناحية بايوفيزيكال أو من ناحية بايوكيميكال، راح بديهيا يصير في عندي تدرج في المعلومات لحتى أفهم كيف بصير التواصل ما بين الخلايا في هذا النسيج. Physiological state is the condition of normal function. يعني أنا لما بدي أدرس الحالة الفسيولوجية لعضو معين أو سيستم معين، بديهيا أنا راح أدرس الحالة الطبيعية أو النورمال فانكشن، ما بدرس الحالة المرضية، لأنه أنا بدرس في الحالة اللي تم خلق هذا العضو عشان يعمل هاي الوظيفة، بالتالي أنا بدرس النورمال فانكشن. Human physiology seeks to understand the mechanisms that work to keep the human body alive أو alive and functional. Functioning, عفوا. يعني أنا بدرس هذا العلم عشان أعرف الميكانيزم اللي بتم عملها أو بيصير في إلها proceeding في الجسم الصحي، حتى تحافظ عليه عايش وتحافظ عليه بيأدي وظيفته على أكمل وجه. هذا هو الغرض من إني أدرس الفسيولوجي. يعني باختصار، أكيد في دراسة للجسم هو في الحالة البيرفكت أو في الحالة اللي خلق عليها ما فيها أي خلل، لكن في كمان subdivision أو نوع أو قسم من هذه العلوم بنسميه باثوفيسيولوجي اللي حكيت بداية المحاضرة عنه، اللي بيختص بدراسة الحالة المرضية لهذا العضو. يعني أنا already صرت عارفة تركيب أو شكل هذا العضو في حالته البيرفكت كما خلق ما في أي خلل، لكن أنا كمان ملزم أدرس الحالة المرضية. هذا قسم اسمه باثوفيسيولوجي، العلم اللي هو تشريح الأمراض أو تشريح الأعضاء في الحالات المرضية. طبعا هذاك علم واسع. The biological basis of the study of physiology integration refers to the overlap of many functions of the systems of the human body. It is achieved through communication that occurs in a variety of ways, both electrical and chemical. يعني باختصار، هذا العلم بيختص من ناحية بيولوجية، زي ما بقولوا من ناحية biological basis، بيدرس كيف هاي الخصائص أو الفانكشن الوظائف عفوا تتداخل مع بعضها في أنسجة
أو أجهزة الجسم. ما فيش جهاز مختص بوظائف معينة إله لنفسه في الجسم، كل أجهزة الجسم بصير في بينهم أوفرلاب، يعني تداخل، زيها زي التفاعلات اللي بتصير في عمليات الميتابوليزم. هي عبارة عن pathways، وفي أغلبها بكون عبارة عن overlapping pathways. في منتج ممكن ينتج من التفاعل الفلاني، منتج ممكن يكون intermediate، هذا البرودكت مش مهم لأني أكمل هذه السلسلة من التفاعلات، لكن هذا المنتج اللي إحنا بنعتبره مش مهم في هذا التفاعل، ممكن تفاعل تاني بالميتابوليزم في الجسم لعنصر آخر يلزمني يعني بشدة هذا الانترميديت برودكت. فبالتالي قديش نقدر نستوعب الاوفرلابينج للعمليات اللي بتصير في الجسم، لأنه عبارة عن سيستم متكامل، سواء من ناحية فسيولوجية، من ناحية بايوكيمستريك، أو من ناحية بايوكيميكال، كل التفاعلات بتتداخل ببعض. هون بحكي من ناحية فسيولوجية، الفانكشنز تبعت الهيومن بودي كلها عبارة عن يعني سيستم متداخل في بعضه والميكانيزمات متداخلة في بعضه. It is achieved through communication. طبعا هذا التداخل بصير من خلال التواصل أو الاتصال ما بين الأنسجة أو الأجهزة عفوا. هذا الاتصال بصير من خلال إلكتريكال أو من خلال كيميكال. كلنا نعرف موضوع الإلكتريكال اللي هي له علاقة بالتوصيل العصبي أو الجهاز العصبي، من ناحية كيميكال يعني من ناحية هرمونية، من ناحية إنزيمية، من ناحية وجود مركبات متداخلة، منتجات من هذا الجهاز لازمان جدا لعمل وظيفة الجهاز الآخر. كل يعني جسم واحد سبحان الله، كل جهاز بيعتمد على جهاز ثاني حتى يقدر يكمل الوظيفة. ما فيش جهاز بينعزل عن جهاز آخر في الوظيفة. هذا باختصار أنا كعالم فسيولوجي بقدر أوصل له بكل سهولة إذا درست علمي بالشكل المطلوب بالشكل الصحيح، لحتى أنا أفهم كل هاي الميكانيزمات، ولو صار في عندي أي malfunction أو صار عندي أي خلل أنا أستدركه من خلال التدخل في هاي الميكانيزم بالمكملات أو الأدوية اللي بتعالج هذه المشكلة. بصراحة أنا هون ممكن يكون موضوع المقدمة لحتى أنا أفهم أنا لوين راح أفوت في هذه المادة. صار في عندي زي الصورة هيك معينة لأقدر أعرف شو وظيفتي أو شو أنا بدي أخذ من هاي المادة التعليمية. أنا بدي أدرس تشريح للجسم، سواء كان سيلز، تيشو، بلا بلا بلا، يعني فيما بعد لحتى يتدرج لعند الهول بودي فانكشنز اللي هو السيستم الكامل، بداية من الخلية ثم النسيج ثم العضو ثم السيستم، وبعد هيك بيجي البودي أو الأورجان نفسه. تفرقنا ما بين الأناتومي وما بين الفسيولوجي، هذا شو دوره وهذا شو دوره، لحتى إحنا نعرف شو طبيعة الاختلاف ما بين هاي المصطلحات، شو وظيفة هذا العالم اللي بيشتغل بهذا المجال، وظيفة هذا المجال. كتير في مؤسسات تعليمية بتربط ما بين العلمين في مادة، في حال لو كان ما لازم يكون في تشعب من ناحية تشريحية للجسم أو للعضو. باختصار هذا اليوم محاضرتنا لليوم، نكتفي، ما راح نفوت لأنه الأوفلاين والأونلاين، حتى الأوفلاين لقبل
من هيك، لأنه بتعرفوا موضوع الفيس تو فيس بيطرح كتير تساؤلات وأسئلة. شو الأشياء المسؤولين منها في المقدمة؟ كل المقدمة موجود لازم تكون مسؤولين منها، كل السلايد، يعني باختصار المعلومات اللي أنا ما بقدر أطالبكم فيها بقولكم إنه هذا مش مهم ما تتطرقوا له، لكن المقدمة هاي السلايد كله موجود، كله موجود ومطلوب معاكم، لازم بالأول تفهمي بعدين تحفظي هاي المعلومات. ما في حفظ بدون فهم، وإلا كلها راح تطير وما راح تستفيدوا منها لقدام، لأنه كل مادة بيعتمد عليها مواد لقدام. تمام، يعطيكم العافية، واللي عنده أي سؤال أي استفسار، طبعا المحاضرة راح تتسجل أو already تسجلت، قسم الاي تي بيعمل لها نوع من المعاملة أو بروسيجر معين وبينزلها على جروب على شكل فيديو صوت، طبعا تستفيدوا منها من خلال مراجعة المحاضرة. إذا عنده أي حدا أي سؤال أي استفسار، إما بيكتب على الجروب أو بيكتب السؤال على الخاص عندي، فما في أي مشكلة. تمام، يعطيكم ألف عافية. عادي، ابعتوا الأسئلة على الخاص، ما في مشكلة. يعطيكم العافية، يعني الناس اللي عندهم ويكند الأحد إن شاء الله بكون يوم سعيد وإيجو النار على رأي الأطراف. يعطيكم العافية، مع السلامة.